أهلا بكم أعزائي المشاهدين لحلقة جديدة من فضاء حر، نناقش فيها محاولات إفشال الشرعية في اليمن وممكن تفعيل أداء هذه الشرعية. في كل أزمة تضاف إلى تعقيدات الأزمة اليمنية القائمة تتجه الأنظار نحو السلطة الشرعية، ما الذي تبقى منها وما الذي يمكن أن تفعله؟ وإزاء ما يمكن تسميته محاولات تقويض الشرعية ينقسم الرأي العام في اتجاهين رئيسيين، أحدهما يرى أن هذه السلطة هي أصل المشكلة وأكثر من ذلك أنها لم تعد سلطة شرعية، إذ أن فكرة الشرعية ليست تفويضا على ورق أبيض بل التزاما من هذه السلطة بتمثيل تطلعات اليمنيين والدفاع عنها. وفي حال أصبحت هذه السلطة لا تقوم بالحد الأدنى من مهمتها فقد أصبح من الضروري البحث عن شرعية أخرى أو على الأقل صيغة جديدة من هذه الشرعية تعيد لها فعاليتها كما يعتقد هذا الفريق. طرف آخر يرى أن هذا الأمر ليس سوى تبسيط لحقيقة الأزمة، فالشرعية جزء بسيط من دائرة أزمات تتسع كل يوم. من وجهة نظر هؤلاء فإن أزمة الشرعية سهلة ومعقدة في آن واحد، فهي سهلة لجهة أنه من الممكن إصلاح هذه المؤسسة في حال كنا نمر بظروف طبيعية أو أن حلفاء هذه السلطة وفروا لهذه المهمة الظروف الطبيعية. أما الجانب المعقد من مشكلة الشرعية فهو أنها كانت منذ البداية جزءا من كل هذه الأزمة والحرب الدائرة، ولن تكون محاولات تقويض ما تبقى من هذه الشرعية سوى حلقة جديدة من هذا الاستهداف التي بنجاحها ستفضي بنا الأمور إلى حالة أسوأ تفقد فيها المعركة مشروعيتها، وتصبح تضحيات اليمنيين خلال الأعوام الثلاثة الماضية بلا نتيجة، وهو ما ينبغي ألا نسمح بحدوثه. من وجهة نظري هذا الفريق فإن محاولات تجاوز الشرعية التي يقودها أكثر من طرف إلى جانب الطرف الانقلابي في صنعاء تسعى إلى إدخال البلد في طور آخر من حرب عبثية بلا هدف، وبدلا من ذلك يرى هذا الفريق أنه من الواجب دعم السلطة الشرعية للمحافظة على هدف استعادة الدولة اليمنية أولا. لمناقشة هذا الملف سيكون معنا من أدنبرا في المملكة المتحدة الأكاديمي والباحث الدكتور أحمد الدبعي، ومن عدن سيكون معنا الصحفي صلاح السقلدي. أرحب بكما ضيفي الكريمين وأبدأ معكما بسؤال مشترك، من يقف أمام استعادة الشرعية اليمنية لعافيتها؟ والبداية معك سيد صلاح السقلدي. مساء الخير ومساء الخير سادة المشاهدين جميعا. نعم تفضل. مساء الخير. أعتقد إن كان هناك أطرافا أو جهات تسعى لإفشال الشرعية فهي الشرعية ذاتها أو تحديدا القوى التي تهيمن عليها، وحزب الإصلاح أولا والفئة الجنوبية النفعية المحيطة بالرئيس هادي ثانيا. فالشرعية بالنسبة للجنوبيين هي لا يعد الأمر مسألة إنجاح الشرعية وإفشالها، فالأمر هو أبعد من ذلك. للجنوب قضية وطنية، قضية سياسية نشأت من قبل ربع قرن، والسلطة اليوم القائمة بما تسمى السلطة الشرعية هي جزء من مشكلة الجنوب وجزء من مشكلة اليمن ككل. فالسلطة اليوم هي تواصلا وسلسلة و اتباعا للسلطة القائمة منذ 94، وبالتالي فإن كان هناك من جهود تفشل فكثير من هذه الأسباب هي موجودة داخل الشرعية نفسها، فالوزراء هم خارج البلاد ويبحثون عن مصالح شخصية، عن مصالح شخصية في الرياض، في تركيا، في قطر، في أصقاع الأرض كلها، وبالتالي ما يتم هنا داخل الوطن وفي الجنوب وفي عدن تحديدا من خطوات تتلمس طريق استعادة الدولة، اي دولة كانت استعادة مؤسسات هذه الدولة، فللاسف هناك قوى داخل الشرعية سنأتي الى تفاصيل هذه الامور استاذ صلاح لحسابات سياسية وحزبية. نعم سنأتي الى هذه التفاصيل. اذا انت ترى بان المشكلة او العائق الاكبر امام الشرعية أو أمام استعادة الشرعية لعافيتها هي الشرعية ذاتها أو المكونات داخل الشرعية وعلى رأسها الإصلاح كما ذكرت. يعني دكتور أحمد، ما رأيك بهذا الطرح وإلى أي مدى تتفق معه حول من يعرقل أداء الشرعية في اليمن؟ لا أتفق مع هذا الطرح،
بسبب أنه الطرح أعتقد أن السطحية الشرعية لها أعداء حقيقيون في الإقليم، وأيضا الانقلاب الأول لها هي تحاول منذ البدايات الانقلاب استعادة ما تقدر استعادته من الدولة اليمنية، لكنها تفاجأت بأن الأخوة في التحالف العربي لديهم ذات مختلفة أضافوا للمشهد اليمني كثيرا من اللبس والارتباك، مما جعل الشرعية تخوض معارك في الشمال وفي الجنوب مشتتة لا تستطيع التركيز حتى على استعادة ما يمكن استعادته. ويمكن القول هنا أن عدم وجود خطة واضحة للتحالف العربي في اليمن مزمنة لاستعادة الشرعية، ووجود الرئيس هادي في خارج البلد ساهم بشكل كبير بل بشكل أكثر من كبير حتى لإبقاء الوضع على ما هو عليه. أما أن نقول الشرعية تعادي نفسها، نعم هناك يمكن أن نقول أن هناك إخفاقات إدارية للشرعية، لكن هذه الشرعية أصلاً لم تستطع أن تعمل بشكل حقيقي ولم تستطع أن تعمل بشكل فعال حتى نصدر عليها أحكاماً عادلة. الشرعية تعاني من قلة في ليس لديها تمويل ذاتي، لم يستطع التحالف أن يدعمها بشكل كبير اقتصادياً، فتح جبهات هنا وهناك مشتتة، جعل الجنوب يكون أكثر من حزام أمني، شتت جهود هذه الشرعية، فأضفت ما قلت للمشهد اليمني كثير من المشاكل التي جعلت الشرعية اليمنية تعاني معاناة حقيقية وشديدة الصعوبة في الوقت الحاضر لاستعادة هيبة الدولة في البلد. نعم، إذن أستاذ صلاح، يعني هناك تعثر لأداء الشرعية في اليمن بحسب الدكتور أحمد، لكنه يرى بأن هناك أطراف هي تقف وراء هذا التعثر، وهذه الأطراف التي كان ربما ينبغي أن تكون حلفاء لهذه الشرعية هي من وضعت هذه العراقيل ومنعت الشرعية من أداء مهامها على الأرض. كيف يمكن أن ترد؟ المسألة هي تصادم مشاريع سياسية، تصادم مشاريع سياسية بالداخل ومشاريع ومصالح إقليمية. فما هو موجود في على الساحة هو أكثر من مشروع، يعني هنا في الجنوب هناك مشروع جنوبي لاستعادة الدول الجنوبية، مشروع الحزب الإصلاح أو ما يسمى بمخرجات الحوار الوطني، هناك مشاريع ومصالح دول إقليمية موجودة على الساحة، وبالتالي أي صراعات أو أي عرقلة لجهود هذه الشرعية فهي نابعة من تعدد وتصادم هذه المشاريع. فالحديث عن استعادة الشرعية فهو اختزال للمسألة اليمنية برمتها. فماذا هنا إذا اتضحت هناك المشاريع السياسية وكانت هناك مصداقية للحل هذه الأزمات، منها الأزمة اليمنية والقضية الجنوبية، وكانت هناك جدية عند الأطراف سواء بالداخل أو على مستوى الإقليم على مستوى التحالف تحديدا، فلا أعتقد بأن هناك ستكون أي مشكلة لاستعادة الشرعية ولاستعادة الدول اليمنية برمتها وتصحيح مسألة الوحدة اليمنية أو تلمس أي حلول للقضية الجنوبية بما فيها حل استعادة الدولة الجنوبية. نعم، لكن أستاذ صلاح، يعني تحدثنا عن أن هناك إفشال متعمد لأداء الشرعية، يعني باعتبار أنها طرف رئيسي في هذه المعركة أو طرف لشرعية هذه المعركة وشرعية الأطراف التي تمثل الجانب المناوئ للانقلاب في صنعاء، هذا ما كنت أريد تعليقك عليه. لحظة، أريد أن أعلم، الشرعية هي تقريبا هي طرف واحد من أطراف الصراع في داخل اليمن، فإذا ما استثنينا أن الطرف الجنوبي ليس منخرط تماما مع الشرعية، فالشرعية أساسا هي عبارة عن حزب الإصلاح، وبالتالي يقف بالطرف الآخر هناك الطرف الجنوبي وهناك دول التحالف. دول التحالف لا ترى مصلحتها بمصلحة عودة الشرعية، لأن عودة الشرعية تعني لا فيما تعني هي عودة الحزب الإصلاح إلى تسنم مقاليد الأمور في صنعاء، وهذا ما لا يرغب فيه التحالف والإمارات تحديدا. هذا جيد، يعني إذا الأستاذ صلاح يؤكد بأن هناك يعني ربما نفهمها أجندة للإمارات في اليمن غير تلك الأجندة التي تم رفعها والحديث عنها أثناء تدخل التحالف العربي في اليمن، وأن الخصوم التاريخيين ربما أو الأيديولوجيين للإمارات لا يمكن أن يكونوا جزء
من المعركة أو جزء من المشهد السياسي في اليمن، لذلك ربما نرى هذه العقبات. دكتور أحمد، الطرح الذي يتقدم به الأخ صلاح أتفق معه بالمجمل. حقيقة أولا الشرعية، اختزال الشرعية اليمنية بحزب التجمع اليمني للإصلاح هي مغالطة كبرى. الإصلاح هو مكون من مكونات الشرعية، من الأحزاب التي انضوت أو انضمت للرئيس هادي والشرعية. هناك الحزب الاشتراكي، وهناك الوحدوي الناصري، وهناك أحزاب أخرى، وهناك التجمع اليمني للإصلاح. هذا التخوف أو تخويف الناس بحزب الإصلاح وهو مكون سياسي يمني، حقيقة لا أتفهمه، لا أدري ما الذي لماذا نتجه بهذا بالأزمة اليمنية أو بالمشكلة اليمنية إلى أن تكون قضية اختطاف حزب الإصلاح لها. القضية وما فيها أن هناك شرعية بقيادة فخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي، وهذه الشرعية تحاول كما قلت قدر المستطاع استعادة هيبة الدولة في البلد. إذا تعاملنا حقيقة مع هذا الطرف بأن الشرعية عبارة عن طرف من الأطراف المتصارعة، صدقيني وليصدقني الشعب اليمني برمته أننا بحاجة إلى 200 سنة حتى نستعيد الدولة وحتى نخرج من هذه الحفرة. الحديث بهذا الشكل يجعل الحفرة اليمنية التي وقعنا فيها تزداد عمقا وهوة. إذا يجب أن نكون واضحين هنا، هناك شرعية وهناك انقلاب، غير هذا لن نخرج إلى طريق. الأخوة في الجنوب نتفهم قضيتهم، أكثر سياسي يمني أو أكبر سياسي يمني استطاع وأفضل سياسي يمني استطاع أن يتفهم القضية الجنوبية هو فخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي. الذهاب بالقضية الجنوبية وكأنها قضية بعيدة عن الشرعية وبعيدة عن الجمهورية اليمنية في الوقت الحاضر سيقودنا إلى متاهات. الأخوة في الجنوب إذا أرادوا انفصال، إذا أرادوا استفتاء، إذا أقصر الطرق ذلك هو الوقوف مع فخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي والشرعية، لأن هكذا قضايا وطنية كبرى يجب أن تحسم بهدوء وبتعقل وباستقرار البلد. أما أن نتعامل حتى مع الانفصال بهذه الانتهازية، فأعتقد أننا لن نخرج لطريق. نحن نحترم القضية الجنوبية، أنا لا أمثل، على فكرة أنا لا أمثل هنا السلطة، أنا أمثل نفسي كأكاديمي حر ومستقل أنتمي لليمن، هذا اليمن الفضاء الذي أنجب الشمالي والجنوبي وما إلى ذلك. أتكلم بواقعية هنا وأقول أن أقرب الطرق لنصرة القضية الجنوبية هو الوقوف مع الشرعية اليمنية حتى نخرج إلى طريق واستفتاء دستوري وانتخابات برلمانية ودستورية، وبعد ذلك فليقرر الجنوبيون ماذا يريدون. الرئيس هادي ومؤتمر الحوار الوطني حدد ذلك قبل 3 أو 4 سنوات أو أكثر، أن القضية الجنوبية ستعود للشعب، فليقرر الشعب ماذا يريد. نعم. أما أن نتعامل بأن الإمارات العربية المتحدة وكأنها أصبحت قبيلة يمنية وأصبحت حزبا يمنيا يستطيع أن يقرر مصير البلد، فأنا أقول أولا الإمارات عبارة عن 6 أو 7 مشيخات جمعت نفسها في دولة اسمها الإمارات العربية المتحدة، وترى أن نجمع اليمن الشمال والجنوب كثيرا علينا. هذا الطرح يجب أن نقوله للإمارات بصراحة. الإمارات تقف مع انفصال اليمن، يجب أن نتحدث إليها بصراحة ونقول انفصال اليمن بهذه الفترة أو بهذا الوقت العصيب هو يخلق أزمات كثيرة، يخلق مساحات كثيرة من الاقتتال والصراعات المحلية في اليمن، يخلق يمنا غير مستقرا، يؤثر على الإقليم برمته بما فيه الإمارات العربية المتحدة. لذلك يجب أن نتحدث الآن بمنطق وبدبلوماسية لائقة وبمسؤولية كما قلت، حتى نخرج اليمن من هذا المستنقع الآسن ومن هذه الهوة السحيقة. حقيقة نحن بلد الآن نتفتت نتمزق، وأخواننا هناك في الحوثيون في الشمال يريدون دولتهم، والجنوب يريد دولتهم، ولا أدري من الذي أين سنذهب بهذا البلد. يجب الآن أن نلملم الدروع وأن نتفق على خارطة الطريق لإخراج البلد من هذا المستنقع، ثم نتجه إلى حوارات بشأن القضية الجنوبية. نعم دكتور أحمد، إذا أرادوا في الجنوب نعم، إذن هناك أجندتان واضحتان، هي أجندة إما أجندة الشرعية اليمنية والرئيس هادي ومن خلفه المرجعيات
الثلاث والتي جميعها تؤكد على يعني القضية المرجعية التي من ضمنها مخرجات الحوار الوطني، وهي تؤكد على مشروعية القضية الجنوبية. وهناك الأجندة الإماراتية ربما التي قادت القضية الجنوبية إلى وضعها ضمن التقارير الدولية كجزء من أو القائمين عليها أو المكونات التي تمثلها الآن كجزء من المعرقلين للتسوية السياسية في اليمن وللسلام في البلد. يعني أي الخيارات برأيك أستاذ صلاح السقلدي على الجنوبيين أن يذهبوا باتجاهها؟ يعني هل الذهاب باتجاه الشرعية، الشرعية المحلية والشرعية الدولية، أم الذهاب باتجاه أجندة الإمارات التي لا علاقة لها بالقضية أو القضايا الوطنية بشكل عام؟ يعني بالأخير الشأن شأن يمني وليس شأن إماراتي. اسمح لي أن أعلق على نقطتين أو ثلاث نقاط في البداية. أولاً حين نتكلم على أن الإصلاح هو الشرعية، فأنا أقصد أن الإصلاح هو المهيمن الكبير على الشرعية، أو بمعنى دعني أقرب لك المسألة، نحن أمام صورة للقاء المشترك عندما كان الحزب الإصلاح هو المهيمن وكان اسم المشترك هو اللافتة المرفوعة فقط. أما فيما يتعلق بالحسابات الإمارات، فالإمارات كما نعرف لها خلافات تاريخية عقائدية مع حركة الإخوة المسلمين، وترى في الحزب الإصلاح بأنه هو نسخة الحركة داخل اليمن، وخلافات موجودة على هذا الأساس، وبالتالي التخوفات الإماراتية لها منطقيتها على هذا الأساس. أما فيما يتعلق بمسألة إفشال الخطوات الشرعية، فأنا لا أرى أكثر وضوحاً وأكثر صورة الإشراق هي أن الخطوات التي تتم في الجنوب وفي علن تحديدا، الخطوات التي يتم إفشالها وبالذات الإجراءات الأمنية التي تتم على الأرض، وهناك داخل الشرعية وداخل حزب الإصلاح وقوى كثيرة تحاول إفشال تثبيت الأمن، وللأسف يعني الوقوف مع أو دعما مباشرا أو غير مباشرا للجماعات المتطرفة والعمليات الإرهابية التي تقوم هذه نكاية بفلان أو نكاية بعلاق أو نكاية بالمجلس الانتقالي، وكأن الأمن في علن هو للمجلس الانتقالي أو للعميد شلال شائع. وبالتالي من يتحدث عن افشال الشرعية فلا يمكن له ان يتحدث عن نجاحها ان لم يكن داعما لمسألة الاستقرار والامن، لان الامن والاستقرار هو المدخل الى كل المجالات لحل كل القضايا بما فيها القضية اليمنية عموما. نعم استاذ صلاح، لكن بالعودة الى تقرير يعني لجنة الخبراء، وهو تقرير يعني الى حد كبير وتقرير محايد، تقرير اممي، وهو لا يمثل اي طرف من هذه الاطراف التي تحدثت عنها، ولا يمثل الاصلاح، يعني بالتاكيد ليس فريق الخبراء من الاخوان المسلمين. يعني التقرير يتحدث عن ان المعرقلين للسلام والاستقرار في البلد والتسويه السياسيه تحدث عن اطراف لا علاقه لها بالاطراف التي ذكرتها انت الان، تحدث عن المجلس الانتقالي يعني كمكون سياسي في الجنوب، وتحدث عن المكونات ايضا العسكريه التي هي تابعه للامارات والتي وصفها التقرير بالكيانات التي تعمل بالوكالة لصالح الإمارات، ذكرها هكذا بالتحديد ولم يذكر الإصلاح ولم يذكر هذه الأطراف التي ذكرتها. يعني كيف يمكن أن تعلق؟ إذا أخذنا تقرير الخبراء المتحدة لازم نأخذه من بشكل متكامل يعني بدون تجزئة، يعني فهو تحدث عن كثير من السلبيات ورسم صورة قاتمة للحاضر والمستقبل اليمن ككل، ولكنه الأول مرة يتحدث عن وجود المجلس الانتقالي كقوة سياسية على الأرض في الجنوب. هذه هي المرة الأولى والتي يجب أن يلتقط منها كل خصوم الجنوب إشارة بأن الوضع السياسي داخل الجنوب قد تغير، لم يعد الوضع في الجنوب كما كان بعد 94 ولا حتى كما كان بعد 2015 مباشرة، فالوضع مختلف سياسيا وعسكريا واجتماعيا ونفسيا حتى. وبالتالي الإمارات هي موجودة داخل الجنوب مثل ما هي موجودة في مأرب، ولا أفهم كيف يكون الإمارات شيطان رجيم في عدن وملاك الرحيم في مأرب.
اما فيما يتعلق بان الامارات نعم هي في مأرب سيد صلاح، هي في مأرب ليست لها السلطه والنفوذ كما هو الحال في عدن. عندما نتكلم عن الامارات يجب ان نتذكر، اسمحي لي اسمحي لي، عندما نتكلم عن الامارات وعن اجنيد الامارات وما تعمل الامارات داخل اليمن وداخل الجنوب، يجب ان نتذكر ان من استدعى الامارات ومن استدعى التحالف كلهم هو الحزب، هو حزب الاصلاح درجه رئيسيه، لم يستدعي الجنوبيين على الاطلاق. اما ما عملوا الجنوبيين مع التحالفهم على الامارات هو انهم تعاملوا معهم كامر واقع موجود، وحاولوا يتلمسوا مصلحتهم من خلال هذا الوضع الجديد الذي نشأ بعد عاصفة الحزم، ومن خلال مسايرة ومجارات المصالح هذه القوى الإقليمية للظفر بالأخير بتحقيق نصر للقضية الجنوبية. نعم، لكن أستاذ صلاح نحن نتحدث الآن عن مسألة الشرعية في البلد، وكيف يمكن الحديث عن أي قضايا جانبية ومنها القضية الجنوبية دون الحديث عن المرجعية الأساسية لهذا الموضوع. وربما يعني تابعنا خلال الأيام الماضية قرار قرار مجلس الأمن الذي صدر قبل يومين، والذي أكد في أول بنوده على وحدة اليمن وعلى سيادته، بمعنى كل الجهود التي قامت بها المكونات التابعة للإمارات في الجنوب يعني لم تقدم أي شيء للقضية الجنوبية، بل أنها وضعت هذه المكونات كمعرقلين للتسوية ومعرقلين للشرعية في اليمن. دعينا نكون واقعيين، فما يصدر عن القرارات مجلس الأمن الدولي لا يطبق حتى الجزء اليسير منه، وما يقال لا يؤخذ به كثيرا، وبالتالي ما يتحدث عن وحدة اليمن فهو مجرد يعني كلام دبلوماسي اعتدنا عليه، وبالتالي ما يرسمه المستقبل هو موجود على الأرض. أما فيما ما يتم الحديث عنه بأن لابد من انخراط مع الشرعية ولابد من انخراط من انتخابات قادمة ومن ثم النظر إلى حل القضية الجنوبية، فنحن مررنا بعدة مراحل وبعدة تجارب واستفدنا منها كثير. في 2011 مثلا عندما كانت قوى الثورة تقول بأن يجب التركيز على مسألة إسقاط النظام ومن ثم سنتحدث لاحقا عن القضية الجنوبية، تفاجأنا عند أن هذا الأصوات التي كانت توعد الجنوبيين وتمنيهم بالمستقبل انخرطت بجزء منا مع نظام علي عبد الله صالح، وتقاسمت معه الفساد وتقاسمت معه المناصب وتقاسمت معه المصالح ورمت بالقضية الجنوبية بالخلف. اليوم يتم نفس المفردات ونفس العبارات تتكرر على أذاننا، ومطلوب من الجنوبيين أن يلدغوا من الجحر 10 مرات أو 20 مرة. فما يقال اليوم هو تعالوا نسقط الانقلاب، تعالوا نستعيد الدولة، تعالوا نستعيد الشرع، ومن ثم سننظر في قضيتكم إذا رضينا عنكم. فبالتالي لا يمكن أن الركون على مثل هذه المواعيد العرقوبية التي درجنا عليها وفهمناها تماما إلا من نثبت موقعنا على الأرض، وأنا من خلال قناتكم يعني أدعو كل الجنوبيين بأن يثبتوا على مصالحهم، أن يثبتوا على قضيتهم داخل الأرض. نعم أستاذ صلاح، يعني ما أنتجته وما أفرزته يعني 2011 وأيضا مخرجات الحوار الوطني ربما منحت القضية الجنوبية الكثير. الآن رئيس الجمهورية هو جنوبي ورئيس الحكومة جنوبي، وكل المسؤولين العسكريين ومعظم المدنيين في عدن هم المسؤولين. يتحدث السلطة في الجنوب هي سلطة يعني جنوبية، وأيضا المحافظين يعني، والأمور تسير بهذا الاتجاه باتجاه الفيدرالية يعني أو المخرجات الحوار الوطني المتعلقة بالدولة الاتحادية. ما الذي يريده إذن الجنوبيون الآن في هذا التوقيت الذين يصنفوا فيه كمعرقلين للشرعية؟ يعني هناك معركة الآن كبيرة يتم القفز عليها باتجاه تشويش المعركة على الكل في الشمال وفي الجنوب. أستاذ صلاح، لا نريد منهم أكثر من أن يساعدوا السلطات الموجودة على الأرض بأن تقوم بمهامها، وبالذات يعني استعادة المؤسسات، استعادة الخدمات، استعادة الأمن. هذا هو المدخل وهذا هو الموقف الذي على أساسه سيتحدد المواقف الصحيحة. لكن أستاذ صلاح في هذه الجزئية وهي جزئية مهمة جدا، سأعرج على نقطة موضوع بأن الرئيس جنوبي وأن رئيس الحكومة جنوبي، وهذا النغمة وهذا الأسطوانة دوشتنا كثيرا. فعندما كان علي عبد الله صالح ربع قرن بانه شمالي، هل كنتم تقولوا بان الرئيس شمالي وان بمجرد شماليته هذا خدمه للشمال؟ حتى نقول اليوم بان الرئيس جنوبي فهو خدمه للجنوب؟ الرئيس والحكومه لا يمتلكوا قرارهم،
اصلا، فكيف سنعول عليه؟ مسألة علي عبد الله صالح كان تعليقا بالمشكلات المركزيه، وربما مشروع الدوله الاتحاديه هو حل للشمال والجنوب، يعني كان مشكلتنا مع او مشكله اليمنيين مع علي عبد الله صالح هي كانت مشكله متعلقه بالفساد ويعني سوء توزيع السلطه والثروه، وربما يعني موضوع الدوله الاتحاديه كان يقدم جزء من الحلول لهذه المساله. تحدثت سيد صالح بان المطلوب من هذه السلطه هي تقديم الخدمات وتسهيل عمل عمل المسؤولين على الارض، لكن ايضا الواقع يقول غير ذلك استاذ صلاح. الواقع يقول بان من يعرقل الخدمات في عدن وفي الجنوب بشكل عام، وايضا يقف امام اداء السلطه هناك، هي الامارات ايضا وليست السلطه الشرعيه. الامارات هي من تمنع وتقف وتعطل المؤسسات الإرادية في الجنوب، وهي من تمنع عمل الموانئ وتمنع حتى رواتب الموظفين من الوصول. هذه طبعا تصريحات محافظ البنك المركزي، تصريحات مسؤولين في الجنوب، وآخرها ربما تصريحات الوزير القبواني الذي رأينا كيف منعته قوة تابعة للإمارات من الوصول لافتتاح مشروع تنموي. يعني إذن الإمارات هي من يقف أيضا أمام التنمية و انعاش الحياة الاقتصادية في عدن. اسمحي لي ان اتمنى ان لا تكون الخصومة تكون مع الامارات بان تلقي ظلالها على الوضع في الجنوب. تفضل اعطينا حقائق اخرى استاذ صلاح. لحظة اسمحي لي، الامارات بكل المآخذ التي ناخذها عليها، الا ان هنا من يثبت لنا الامن فهذا بالضروره يعني بانه سيعطينا كل الخدمات وكل المجالات ستعاد بهذا. فالخطوات التي قامت بها كثير من القوات الامنيه والوحدات الامنيه في عدن، في حضرموت، في شبوه، هذه حقائق، هذه خطوات تكافح الارهاب بدرجه لا يمكن نكرانها الا جاعد. وبالتالي ان كان هناك لم يكن للامارات سوى هذه النقطه لكفاها. دعينا من المواقف السياسيه، نعرف ان حتى طيب الاغتيالات واقتحام المؤسسات الاعلاميه، يعني بالامس يعني تابعنا احراق لمؤسسه اعلاميه على الملا واغتيالات بصوره يوميه وصلت الى حضرموت، عن اي امن تتحدث بصراحه؟ غير مباشر، وبالتالي ان كان حل مستفيد من الامارات في الجنوب فهو الجنوبيين واصلاح بدرجه مساويه. نعم استاذ صلاح، لكن حتى الامن الذي تتحدث عنه انت الان يعني ايضا يغيب بشكل كبير في عدن، يعني الاغتيالات مستمره بشكل يومي، ايضا يعني اقتحام المؤسسات يعني كما نراه بصوره ايضا مستمره، وايضا حتى الاعمال الارهابيه لا زالت مستمره بشكل او باخر، وحتى التقارير ايضا الدوليه تؤكد بانه لا زالت الحركات المتطرفه والارهابيه لا زالت يعني تعمل في المناطق الجنوبيه. نعم. إذن عن أي نجاح تتحدث صراحة؟ هذا أتفق معك بأن الأوضاع الأمنية ليست على ما يرام، ولكن هنا خطوات موجودة على الأرض يجب أن نساندها، طالما ونحن معترفين بأن هناك اغتيالات، بأن هناك تفجيرات، بأن هناك استهدافات لحياة الناس وأرواحهم ومصالحهم، يجب أن نقف مع أي قوة أمنية، أي جهود أمنية، نقف معها ونتناسى وننحي حساباتنا السياسية والحزبية خلفنا. فأنا مع أي قوة أمنية تقدم على تثبيت الامن بصرف النظر عن كان توجهها السياسي او الحزبي. وبالتالي يجب ان على الاطلاق ان يتخلص او يتحرر. اتمنى عليكم ان تتحرروا من عقده الجنوب ومن عقده المجلس الانتقالي ومن عقده الامارات لمصلحه الامن. اذا ما تثبت الامن داخل عدن وتثبت داخل الجنوب فهو مصلحه للاصلاح ليمارس عمله السياسي ويوصل الى السلطه. نعم استاذ صلاح. بالتالي هو كل ما يعمله الاصلاح وهذا حق مشروع له ان يعود الى السلطه. نعم استاذ صلاح، يعني هنا باي ثمن نعم وعلى حساب الاخرين. نعم استاذ صلاح، هنا يعني لا خلاف بما يتعلق في مساله الامن وضروره استتباب الامن في عدن، لكن الحديث حول لماذا المكونات التي تعمل على استعاده الامن في عدن هي تعمل ككيانات موازيه للدوله، لماذا هي ليست منخرطه في المؤسسات الامنيه التابعه للدوله؟ لماذا تحاول الامارات وهي المشرفه على هذه المكونات على انشاء هذه المكونات بمعزل عن الشرعيه؟ هذا هو موضوعنا اليوم، يعني ما الذي يمنع بان تكون الشرعيه جزء من هذه المهمه وهي مهمتها الرئيسيه اصلا؟ يا عزيزي الشرعيه هي اقصت نفسها بنفسها، لا يوجد اي وجود للوزراء للمسؤولين على الارض، فكل ما يبحثوا عنه وان وجدوا هنا هم سيبحثوا عن مصالح وعن تسويات وعن اي مكاسب
اما انهم يعملوا عمل مؤسسي يساعدوا بانتشار المؤسسات ويساعدوا باستتباب الامن، هذا لا يوجد، وما وجد من مسؤولين صغار وكبار لا نرى لهم اي دور على الاطلاق. وبالتالي بالذي ان وجد هناك مسؤول له مصلحه فهو سيبقى في عدن بقدر هذه المصلحه، والا فكلهم نزحوا وغادروا عدن بذريعه ان لا يوجد امن. فلا افهم بتشويه هذا الصوره سيخدم من في الوقت الذي تقول الشرعيه بانها مسيطره على 90% من الارض وبانها هي السلطه القائمه، ولكن في نفس الوقت تشعر العالم بان عدن لا امان له فيها، وانما يحكمها هي عباره عن تنظيمات وميليشيات واغتيالات، وبالتالي يصور الوضع بانه وضع جحيم، وضع قاتم لحسابات سياسيه بحته. نعم نعم استاذ صلاح. اذا يبدو اننا سنعود الى الدكتور احمد الدبعي عبر الهاتف لمشكله يعني تقنيه عبر سكايب. دكتور احمد، الى اي درجه تعتقد بان السلطه الشرعيه مسؤوله عن كل هذا المستوى من التراجع في حضورها كشرعيه على الارض، وايضا تراجع يعني مهامها وفرض سلطتها على الصعيد المدني او العسكري؟ هل لا زال بيدها فعلا ما تفعله دكتور احمد؟ نعم بس قبل ذلك الاخ صلاح قدم جمل سياسيه عجيبه وملتويه، دعيني فقط اعرج عليها سريعا. سريعا حتى يعني نعم الحديث اولا رد على السؤال بشكل رئيسي. اولا نعم، اولا الحديث ان الامارات العربيه المتحده او الوضع الموجود الان في الجنوب انه وضع يعني فقط الدوله اليمنيه هي المسؤوله عنه، وهناك ثنائيه موجوده في عدن، الحزام الامني خارج الشرعيه، الاحزمه الامنيه الاخرى، النخب الحضرميه والشكوانيه وما الى ذلك في الجنوب كلها خارج الشرعيه. نحن نتحدث عن ازدواجية في الإدارة، ازدواجية في القرارات، لا يمكن أن نتحدث عن استعادة شرعية ونحن نعيش هذه الازدواجية، ثم أن نحمل الشرعية كل هذه التبعات، بينما التحالف هو من قام بهذه الازدواجية. أعتقد أن هذا ظلم كبير في حق الشرعية وفي حق الشعب اليمني بشكل عام. الآن الشرعية هي أمام إما أن تكون أو لا تكون. إذا أردت أن تكون عليها أن تقضي على هذه الازدواجية بحوار مباشر أو بضغط دولي لكي تستعيد السلطه قرارها في عدن وننتهي من هذه الازدواجيه وهذه المغالطات التي لا تنطبق على احد. هناك مغالطات كبرى تتم الان في الساحه اليمنيه، هناك الان الشمال مخطوف من قبل الحوثيين، ويراد للجنوب ان يكون مخطوفا من قبل الانفصاليين الجنوبيين، ثم نتحدث عن سلطه في السماء معلقه في الهواء، ثم نلوم هذه السلطه وهذه الشرعيه بانها لا تقوم بواجباتها. هذا الطرح يجب أن ننتهي منه. أنا قلت في بداية الحلقة إذا أردنا أن نتعافى في اليمن وأن نخرج من هذا المستنقع يجب أن نقف مع الشرعية في هذه الفترة كي تستعيد عافيتها، ثم نضع القضايا كلها على الطاولة بما فيها القضايا الجنوبية وقضايا صعدة وتهامة وتعز وكل القضايا. اليمن مفخر بالقضايا، لا يجب احتلاله بقضية الحوثيين والقضية الجنوبية فقط. نحن نريد خلاص من هذه الإشكاليات التي نعانيها منذ عقود في هذا البلد. هذا البلد لديه الإمكانيات كي ينطلق ويكون ضمن الدول المتطورة والمتقدمة، لكنه لم يحصل على فرصته من الاستقرار والإدارة الرشيدة. الإدارة الرشيدة إذا وجدت في الجمهورية اليمنية ستحل كل مشاكل الجنوبيين والشماليين، والجنوبيون كما قلت بداية إذا أرادوا أن يستقلوا أو يريدوا تقرير مصيرهم لاحقا فأقرب الطرق هو الحوار الشامل مع الشرعية، لا أن نأتي بالإمارات ونجعلها مكونا ناطقا باسم الجنوب ومختطفة للجنوب، ثم نصور الإصلاح وبقية الأحزاب اليمنية مجرد شياطين قادمين لنهب الجنوب. هذه مغالطات. كيف يقول لي صلاح بأن الإمارات صارت له أقرب من حزب يمني؟ إذا استمرنا في هذه المغالطات السياسية وفي هذا الطرح الذي لن يخرجنا إلى أي أفق، سنتيه حقيقة، سنبقى عشرات السنين تائهين في هذا البلد. نعم. طيب إذا أستاذ صلاح، يعني لو عدنا بالذاكرة قليلا إلى التوقيت والأسباب الذي جاءت لأجلها
الإمارات والتحالف العربي بشكل عام إلى اليمن، كان هدفين معلنين هما استعادة الشرعية اليمنية وإسقاط الانقلاب. ألا ترى أستاذ صلاح بأن ما تقوم به الآن مكونات في الجنوب هو شكل آخر، هو انقلاب آخر على الشرعية؟ هذا الانقلاب يجعل التدخل العربي غير مشروع برمته، ويجعل من يقومون بهذا الأداء يعني ينضمون إلى طائرة الانقلابيين في صنعاء، يعني إذا ما عدنا للعنوان الأكبر لهذه المعركة لليمنيين. التحالف أتى إلى اليمن وإلى الجنوب، أتى وهنا قضية جنوبية موجودة، هو عندما نشبت عاصفة الحزم هذه الجنوبيين انخرطوا بهذه الحرب، ليس كقضيتهم قضية انقلاب وقضية استعادة شرعية، يجب أن نكون واضحين ونتكلم بصراحة، فهم حاربوا احتلال ولم يحاربوا انقلابيين. فإذا كان الشرعية الإصلاح وغيرها حاربوا انقلابيين، والتحالف حارب انقلابيين أو ما كان أو ما يسميهم بأذرع إيران، فالجنوبيين حاربوا قوات احتلال بصرف النظر عن مسمياتها، سواء كانت حوثية مؤتمر إصلاح، سواء كان قوات دخلت عام 94 عام 2015، فهو حارب وفقا لهذا المسمى، وفقا على خلفية القضية التي يحملها، فهو لديه قضية سياسية. وبالتالي عندما نقول ان هناك مماطله جنوبيه، فانه لا هناك يعني مؤامره جنوبيه كما يقول البعض بان لا يريد الجنوبيين ان يعيدوا الشرعيه، فهذا فليقولوا هذا، لكن يجب ان يتذكروا بان الجنوب قضيه وطنيه وقضيه سياسيه من قبل هذه الحرب ومن قبل الانقلاب ومن قبل حتى ان يدخل الحوثي صنعاء. حينما كان الحوثي محشور في الركن صنعاء كانت القضيه الجنوبيه موجوده ولم يكن بالتالي، لكن شرعيه القضيه الجنوبيه لا يمكن ارخ الجنوبيه من القضيه الجنوبيه من 2015. نعم، ولا يمكن ان نعتبر قضيه الجنوب انها قضيه استعادة السلطه، لان اساسا اذا تحدث الجنوبيين عن استعارة السلطة أو عن انقلابيين، فهذا معناته بالضرورة أنهم كانوا حكاما وهناك من أتى انقلب على سلطتهم، وهذا لا يمكن نعم صدق أي صلاح. لكن مشروعية القضية الجنوبية وأخلاقيتها كانت بسلمية هذه القضية وبحراكها المدني. طالما قد تحولت هذه القضية إلى معسكرات خارج الدولة وإلى مواجهات والقيام بانقلاب مسلح على السلطة، الموضوع أصبح مختلف. ونحن نتحدث عن قضية جنوبية، ولا نتحدث عن حراك، نتحدث عن جماعات مسلحة تناوئ الشرعية المعترف بها دوليا. أستاذ صلاح، يا عزيزي كلنا ميليشيات، ان اردت الحقيقه، يا عزيزي كلنا ميليشيات، من صنعاء، من صعده، من صنعاء، من مارب الى عدن، لا توجد هناك مؤسسات دوله. فعندما تقول هناك ميليشيات، نحن اذا كان نحن نتحدث عن استعاده مؤسسات، فهذا معناته ان هناك كيانات غير مؤسسيه وغير شرعيه. فبالتالي اذا ان اردنا ان كل هذا تضمحل، فلابد ان نستعيد المؤسسات الدوله، وبوابه استعاده هذه المؤسسات هي البوابه الامنيه، وتكلمنا اكثر من هذا. طيب يا استاذ صلاح، نتكلم عن عدن كعاصمه. استاذ صلاح الان عدن هي العاصمه المؤقته للبلاد، والعوده المؤسسات الى عوده فاعليه مؤسسات الدوله هي تنطلق من عدن، يعني ورئيس الدوله غير قادر على العوده الى عدن، ورئيس الحكومه يمنع موكبه من التحرك يعني كيلومترات داخل الجنوب من قبل هذه القوات. استاذ صلاح، المسؤولين الحكوميين ايضا يمنعوا من التحرك داخل هذه الجغرافيا في داخل العاصمه المؤقته. الميليشيات التي تتحدث عنها في مأرب وفي مناطق اخرى لا وجود لميليشيات، هناك وجود يعني للدوله واستقرار فيها حتى في تعز المحاصره اكثر من وجودها في عدن المحرره، يعني كيف يمكن ان تفسر ذلك؟ الحديث عن انقلاب داخل عدن هذا لا 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 يمكن قبول به ولا يمكن تصديقه. فالمجلس الانتقالي وكل القوى وقوى الحراك الجنوبي بمجلسه حاولوا وتماهوا كثيرا وساعدوا الشرعيه وقدموا لها ما لا تقدم اي قوه داخل اليمن على الاطلاق. وان كان هناك ولكن للاسف حصل هناك تشدد وحصل تصلب من الطرف الثاني. ما حصل في الاونه الاخيره ما بين المجلس الانتقالي والحكومة هو أن السلطة ركبت رأسها وتصلبت بمطالب لا يمكن ليست صعبة أن تحققها. فكان المطلب الأساسي هو تصحيح هذا وضع هذه الحكومة. فالفساد بلغ ذروته والغلاء
التهم القياع كلهم. نعم وكل نعم. المطالب كانت هي مطالب نعم. طيب طيب مطالب شعبيه، مطالب اجتماعيه خاليه من اي مطالب سياسيه، ومع ذلك رفضت الحكومه تجاوبها معتقده ان اي تجاوب لا حتى لو كان مصلحه المواطن هو انتصار للمجلس الانتقالي، وبهكذا اختزلت المساله وخلف هذا تمت رسالته وحصل ما حصل. نعم استاذ دكتور احمد الدبعي، اذا هذه الشرعيات التي بدات تظهر، او دعنا نقول القوى والكيانات التي بحسب تقرير أيضا الخبراء بأنه لا يمكن لأحدها أن تنتصر في نهاية المطاف، وأنها أدخلت البلد في أتون يعني فوضى وصراع ربما يطول أمده، كيف يمكن السيطرة عليها دكتور أحمد؟ أو هل يمكن أن تظهر شرعية تفرض يعني أمرها على الواقع؟ هل يمكن لهادي وهو الشرعية الدولية في البلد أن يسيطر على هذه المكونات التي ظهرت خلال الفترة الأخيرة؟ نعم نعم يستطيع الرئيس هذه كما قلت يستطيع، هو الشرعيه الان يمثل قمه الشرعيه، يستطيع ان يعيد الامور الى نصابها بالحديث المباشر مع 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 التحالف مع القوى الدوليه. اريد ان اعلق على كلام الشرعيه، هو يتكلم الاخ صلاح بان الشرعيه قصرت وهناك فساد وما الى ذلك. الجماعه في الجنوب لم يسمحوا اصلا، انا متابع للعمل من بداياته، لم يستطع الرئيس هادي ان يعود لعدن لكي يمارس سلطاته كرئيسا للشرعيه في البلد. لماذا هذه المغالطات؟ ثم دخلنا في ممحكات البنك المركزي وتم تشويه على البنك المركزي لإضعاف الشرعية وجعل الناس متذمرين من الشرعية، ثم بعد ذلك تكونت الميليشيات هنا وهناك، بمعنى يعني بالمعنى المختصر أن الشرعية لم تحصل على فرصتها لتكون شرعية كما يجب أو تستقر في عدن وتمارس مهام دولة. نحن نتحدث عن خلل كبير في علاقات الشرعية والتحالف وبالذات مع الإمارات العربية المتحدة. إذا استمر هذا الخلل سنبقى ندور في نفس هذه الحلقة المفرغة. الشرعية يجب أن تتحدث للشعب بصراحة وتقول من المعرقل لها، ويجب أن تتحدث أيضا للمجتمع الدولي بشكل شفاف، لأن التحالف العربي في اليمن خرج عن مساره الصحيح وأصبح معيقا للشرعية بدلا أن يكون مناصرا لها، خلق أزمات أكثر مما يجب في الجنوب وفي الشمال، ولم يستطع أن يأتي بخريطة طريق كي ينقذ اليمن بشكل حقيقي ويعيد الأمور إلى نصابها. يبدو أن هناك مخطط لإنهاك اليمنيين في الشمال وفي الجنوب، الحوثيين والحراك والمناطق الوسطى، بحيث أن نقدم على إعادة هندسة المجتمع اليمني بشكل عام لصالح قوى إقليمية، لصالح قوى دولية تستهدف الإقليم برمته. أنا أرى أن الإقليم برمته مستهدف وليس فقط الجمهورية اليمنية. هناك مخطط كبير عالمي لإعادة الشرق الأوسط بهندسة الشرق الأوسط بشكل جديد. نحن نرى اختفاء سوريا، نرى اختفاء قوى دولية، نرى تقسيم يطول اليمن وتقسيم يطول ليبيا. يجب أن ننظر للصورة الكبرى للواقع الآن. الحكومة اليمنية ممثلة أو الشرعية اليمنية ممثلة بالرئيس هادي يجب أن تعي حجم التحديات التي تواجهها الجمهورية اليمنية، وتتحدث كما قلت للمجتمع الدولي، وتتخذ خطوات حقيقية لإعادة الأمور إلى نصابها. ترك الأمور على ما هم عليه أكثر مما يجب سيدخل اليمن نفقا اكثر ظلاميه، سيدخلنا في انفاق متعدده. لكن دكتور احمد في دقيقه ايضا، كيف يمكن يعني هناك من يرى بأن الشرعية ربما أو الرئيس هادي تحديدا ومن لا زال يعني مدركا لحقيقة الأمور ومؤمن أيضا بالقضية وبالقضية اليمنية وبالدولة الاتحادية وبالمرجعيات ولم ينخرط في أي مشاريع غير وطنية، ليست لديه ما يمكنه من تقديم أي مبادرة الآن، يعني طالما وهو مطعون في من حلفائه وأيضا في الداخل وفي الخارج، ما الذي بيده الآن أن يفعله؟ بيده أن يتحدث المجلس العام بكل صراحة، يتحدث للقوى الدولية الكبرى، يعني يقدم على مشروع إنقاذ لما هو للوضع الحاصل، هو رئيس الدولة ويتحمل المسؤولية، عليه أن يأتي بخطة بديلة عن الخطة التي اعتمدها. هو اعتمد كلية على التحالف بقيادة العربية السعودية والإمارات ووصلنا إلى ما هو الحال عليه.
الآن عليه أن يتحدث بقوة كبرى بحجم الصين، بحجم الولايات بريطانيا، الولايات المتحدة، روسيا، يتحدث إليهم بشكل حقيقي بأنه لا يستطيع أن يمارس سلطاته في الجمهورية اليمنية، ويريد أن وعليه أن يدخل أطراف دولية كبرى للمشهد بحيث يعيد الأمور إلى نصابها. اليمن في وضع البند السابع، ويجب أن يفهم الأخوة في التحالف أن اختطاف الوضع اليمني وقع لي فقط بيد التحالف، ونحن في هذا النفق منذ 2015، لا يخدم لا العربية السعودية، لأن تستنزف المملكة العربية السعودية والإمارات أيضا. والحال سهل جدا في اليمن، وهو إعادة الرئيس هادي لليمن لكي يمارس سلطاته الشرعية. نعم دكتور أحمد، يتم دعم البنك المركزي بشكل حقيقي، ثم يعود الدعم للدوران في الاقتصاد اليمني. نعم أشكرك جزيل الشكر الباحث الدكتور أحمد الدبعي، كنت معنا من أدنبرا المملكة المتحدة. كما أشكر يعني جزيل الشكر الصحفي صلاح السقلدي، كان معنا عبر الأقمار الصناعية من عدن. أشكركم أعزائي المشاهدين لطيب المتابعة، ألتقيكم الأسبوع المقبل في نفس الموعد، في أمان الله.